تحت البند العاشر استعرض مجلس حقوق الإنسان تقريرا حول اليمن قدمته نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان السيدة كيت غليمور، وذلك في ظل تواصل انتهاكات ميليشيا الحوثي المتمردة وقوات المخلوع صالح. وطالب التقرير الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات ملموسة لحماية حقوق الإنسان في اليمن وفتح تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة في جميع التجاوزات. في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، أكد نائب وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر أن قائمة جرائم ميليشيا الحوثي وصالح بحق المدنيين لم تتوقف، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتقديم الميليشيا الانقلابية للعدالة الدولية، مشيرا إلى أن التقدم المحرز على الأرض من قبل الشرعية اليمنية والذي يمثل 80% من المساحة الجغرافية قلل من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان. للمملكة العربية السعودية دور محوري في دعم اليمن سواء في الداخل أو في الخارج، وتمثل هذا الدعم من قبل مندوبيتها الدائمة في جنيف، وحيث قمنا بعمل بيان مشترك، وكان الأشقاء في المملكة العربية السعودية من السباقين الداعمين في هذا المجال. جدد دكتور عبد العزيز الواصل مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بجنيف إدانة المملكة ورفضها المطلق للانقلاب الحوثي وما يترتب عليه من محاولات فرض الواقع بقوة عبر استهداف المدنيين اليمنيين، وأكد سعادته على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الشرعية اليمنية التي تزعى بطرق سلمية لاستئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 22/16. المحاولات التي الآن تجريها المملكة بمساعدة الأمم الأخرى هي لاستعادة الشرعية من خلال القنوات الرسمية الدولية كالمؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الأخرى التابعة للأمم المتحدة. أمنت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على أهمية دعم المسار التفاوضي في اليمن وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك بدعم الشرعية اليمنية. القضية اليمنية لا تزال على طاولة مجلس حقوق الإنسان. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف. هلو.